ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم نسا شباب فاطمة. موضوع ديال الفيديو هذه المرة هو الماكينة أو الفونتوز، الولادة بالفونتوز. شنو كتعرفي عليها أختي؟ ويمتى كنديروها؟ وعلاش كنديروها؟ وشنا هما المضاعفات ديالها؟ واش دائما هاب تنديرها؟ هادو كلهم أسئلة ممكن يدوزو لك في البال. أنا هنا باش نجاوبك على بعض الأسئلة، وكنتمنى القناة والمواضيع ديالها يعجبوك، وإلا كانوا كيعجبوك شاركي فيها وهذا شرف كبير ليا. نبدأ في الموضوع بكل بساطة وسهولة. الفونتوز أو لا الماكينة هي آلة كهربائية كي كنشوفو كتبرمشة مع الضوء بواحد الجهد كهربائي كيخلي أن داك الجهد ديال الضوء كيجبد لينا البيبي. بطبيعة الحال كتشوفو هادو في ليا سوسون دو كوبير، هاهما كي كتشوفوهم كيختلفو كل وحده على حسب الحجم ديال البيبي. يعني هذه فونتوز الا كان البيبي ديالنا صغير، هذه تقريبا موينه، وكاينين لي طيخري انا جبت لكم غير هادو، وكاين هذا الا كان البيبي شويه كبير. كاينين هادو تلحديت وكاينين هادو، ولكن هما نفس المبدا باش كيخدموا ونفس الجهد باش كيخدموا، من حيث لابريت الضوء هي اللي كتاسبيري، هي اللي كتجبد لينا، هي اللي كتعاون تجبد البيبي. بطبيعة الحال فاش كتكون المرا كتزحف كنتسناو ان البيبي يهبط. نورمالمون في 80% من الولادات كيكون البيبي جاي بوحدو بلا دفيع بلا والو، من حيث كي كنقول لكم دائما الولاده ولاده طبيعيه واكت فيزيولوجيك، يعني البيبي كيهبط بوحدو مع الزحمات ومع الجهد كيهبط. في بعض الحالات كنشوفوا بانه المرا كتزحف والبيبي ما كيهبطش، كنعاودو نعاونوها كتزحف وما كيهبطش. كيكون يا المراه ما عندها الجهد وما كتعرفش تزحف مزيان، يا عندها الحكاك شويه مضيقين والبيبي ما كيهبط وكيعاود يرجع، اولا بعض المرات كيكون داير عليه الحبل السري كيهبط وكيعاود يرجع. وبطبيعه الحال هذا التاخير هذا كيأثر لينا على البيبي ديالنا وكيسخف، يعني الحاجه فاش غادي نضيعوا فيها البيبي ما عندنا ما نديروا بها. شنو كنديروا فاش كنشوفوا بانه البيبي بدا كيسخف لينا؟ خاصو يخرج مباشره باي طرق من الطرق. بطبيعه الحال كاينين دوك لي فورسيبس اللي دايرين بحال معلقات، وكاين الفتيح وكاين حوايج اخرين. هنا في هذا الفيديو كنهضر لكم على الفونتوز. ديك الساعه فاش كنشوفوا ان البيبي بدا كيسخف كنجروا الماكينه كنبرونشيوها على حسب لاطي ديال راس البيبي. كتحط بهاد الطريقه هذه خاص ضروري يكون الراس، يعني البيبي العاتب الرجيلات او لا ما بقبلش راه ما تحلموش او لا ما نهضروش على هاد الفونتوز. كتبرونشا مع الراس ديال البيبي على حسب لاطي اللي غادي نستعملو. كنشعلو لاباري كيتاسبير البيبي وكنجبدوه بطبيعه الحال بالطريقه باش كيجي البيبي، يعني حتى هي فيها مجهود وفيها لا تكنيك ديالها، يعني الطريقه باش كتخدم. كنجبدوها غالبا كنعاونو بالغراز باش ما يكونش هنا باش تكون دوز الولاده دغيا. وحاجه اخرى هو انه فاش غادي يخرج لينا البيبي ديالنا ممكن نشوفو عنده واحد البقاله واحد لابوز بطبيعه الحال، حيت هاد الكيبل هادي هاد الكيبل هاد الفونتوزه هادي هتأسبيري لينا بداك الجهد ديال الضوء، هتأسبيري لينا هاد الحمه وكتخلي لينا واحد لابوز اللي هي بحال البقاله. هذيك لابوس نورمالمون كتمشي لوحدها وما كتشكلش حتى شي خطوره على الطريبيه ديالك. وغالبا لي جينيكو فاش كديري الفونتوز كيقيد لك لوردونونس فاش كتخرجي كيقيد لك فيتامين ك باش كديريها باش كتعطيها للبيبي 4 ديال لي زومبول كل اسبوع، كتعطيه واحد لومبول يعني واحد القريعه يشربها ديال فيتامين ك. الحالات الاخرى اللي كنستعملوا فيها الفونتوز هو فاش كنشوفوا ان المراه سخفات وما بقاش فيها الجهد انها تزحم. لو بقيتها فاش ما ديش ما بقينا ما كاينش ما بقاش داك الدفيع كيقضي او لا غالبا ما بقاش كيدار داك الدفيع من حيت كاينين اعضاء اللي كيتاثروا كدار الفونتوز. كاينين دي كلينيك اللي ما بقاوش كيستعملوا هذه الوسيله، يعني كاين عندهم اكوشمون نورمال ولا اكوشمون سيزاريان. ولكن في بعض الحالات فاش كتكوني مثلا في ميزون داكوشمون او في شي بلاصه بعيده وما عندكيش لا طبيب لا حتى حاجه، كتضطري انك ديري الفونتوز باش تدوز تربحي الولاده ديالك وتربحي البيبي ديالك. كنتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف، وكنتمنى ان المواضيع ديالي تعجبكم. دمتم سالمين، السلام عليكم.